كابتن اسامه، الاجواء اللي احنا عايشينها دلوقتي اجواء جميله جدا. انت بتلعب في كاس العالم للانديه، بطوله من البطولات المهمه جدا العالميه الكبيره جدا. حضرتك كنت متواجد في هذه البطوله قبل كده؟ لا. يعني بالنسبه لك ان انت تشوف مثل هذه الاجواء، اعتقد انه شيء رائع جدا ان انت تلاقي النادي الاهلي لسادس مره في تاريخه بيظهر في هذه البطوله. طبعا ما فيش شك، يعني احنا يمكن يا اسلام جيلنا في الثمانينات خدنا بطولة افريقيا مرتين اللي هي 82 87، بس ما كانش فيه بطولة أندية العالم. وبعد كده لو تفتكر برضو 2001 و2002 مع مستر مانويل جوزيه خدنا بطولة افريقيا، بس برضو ما كانش فيه. ابتدينا بقى نشارك في البطولات من 2005. انا يمكن اخر موسم كنت مع مستر مانويل جوزيه وحسام البدري واحمد ناجي في الجهاز قبل ما نروح البطوله دي. يعني احنا اشتغلت معاهم 2001 و2001 وبعدين 2003 لغايه 2005، لكن كنت انا اتنقلت لاحد الانديه وجه كابتن علامه ايوب طبعا حبيبي وزميلي، وهو اللي راح مع الجهاز محمد سلمان واللي هي 2005. فانا ما شاركتش. أيوة، أنا يعني حضرتك كنت معانا يعني الفتره دي. طبعا فتره طويله انا ما شاركتش فعليا هناك، يعني سواء وانا لاعب او وانا مدرب، لكن طبعا هي اجواء يعني تسعد اي لعيب في الدنيا انه يلعب في بطوله كبيره زي ديت، بطوله انديه العالم. يمكن انا الحمد لله يعني ربنا كرمني بان انا لعبت مع منتخب في كاس العالم 90، لكن الانديه برضو بطوله مهمه جدا جدا جدا، بطوله انديه العالم. انت بتلعب مع الأندية اللي هي أبطال القارات والأندية العريقة في الاسم، يعني غالبا اللي بيروح البطولة دي اللي هي الأندية اللي تملي بتكسب بطولات قارية في بلادها في قاراتها، يعني زي بايرن ميونخ، زي قبل كده مانشستر يونايتد، برشلونة، أندية عالمية يعني سانتوس، دلوقتي بالميراس، فأندية لها تاريخ عريق يعني. وايضا من اسيا او افريقيا، النادي الاهلي يمكن سادس مشاركه ليه، وده انجاز كبير جدا للنادي الاهلي. برضو في اسيا انديه عريقه راحت كتير، فانت تجمع ناس كتيره جدا في العالم عينيها على التجمع ده، فهي اي تسعد اي لعيب، اي مدرب، اي اداري، اي مجلس اداره، اي جماهير ان ناديها يبقى متواجد في بطوله قاريه كبيره زي ديت. فأجواء أكيد جميلة جدا، وكلنا شفنا الاستقبال طبعا الرائع لجمهور النادي الأهلي اللي معودنا عليه في المطار وفي كل مكان. ويمكن لولا ظروف الكورونا كمان كانت القطر كلها تتلون باللون الأحمر يعني. وإحنا شفنا في سواء كانت في بطولات زي دية أندية العالم أو لما كنا بنسافر بطولات خارجيه، سواء مباريات وديه زي ما كنا بنلعب مثلا روما في دبي، او مباريات اخرى اهلي وزمالك مثلا في السوبر الافريقي او كده في الدول العربيه، ازاي جماهير النادي الاهلي او جماهير مصر بتستقبل فرقه النادي الاهلي. فهي اجواء جميله جدا وتسعد اي حد يشارك ولو لثانيه، او حتى يكون في ضمن البعثه يعني. فنتمنى ان شاء الله انه النادي الاهلي يؤدي مباريات جيده، وانا بقول مباريات لان اتمنى ان احنا باذن الله نعدي عقبه الدحيل في البدايه اللي احنا مفروض نركز فيه الاول، وثم نخش على بعد كده يعني. فحاجه تسعدنا وتسعد جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وخاصه طبعا انت عارف الجاليات المصرية، وأنا بخص طبعا دلوقتي بالتحديد أكتر لأن أنا عارف أنه في جماهير من أندية أخرى هتبقى بتساند النادي الأهلي، سواء من الزمالك سواء من الإسماعيلي، مصريين عامة في قطر يعني، لكن أنا بتكلم على جماهير النادي الأهلي، حاجة بتسعدهم جدا يعني. طبعا ده استقبال أسطوري لفرقة النادي الأهلي، والكابتن الخطيب طبعا على رأس المنظومة لأنه يعني نجم طول عمره الجماهير بتعشقه يعني وبتحبه، فالاستقبال كان رائع. نتمنى ان احنا نسعد الجماهير دي لانها بتبقى مستنيه اي حاجه من ريحه مصر يعني. احنا انا اشتغلت في السعوديه قبل كده وعارف لما بقعد بتشوف اي حاجه، فرقه جايه لك، بتشوف حتى في الـ في الـ
في التلفزيون مثلا بتتفرج على حاجه تفكرك بمصر وكده، ممكن تقعد مع نفسك كده وتدمع، بتبقى سعيد جدا. بتبقى سعيد سعاده، تدمع من التاثر يعني. طبعا. فالجمهور انا متاكد انه سعداء بدرجه غير عاديه، ان مجرد ان النادي الاهلي رايح يشارك في البطوله، وكمان طبعا ان شاء الله اللعيبه تسعدهم والجهاز وكده انه يحققوا نتائج كبيره يعني ان شاء الله.